فيديو النهاردة هنتكلم على الجهاز التنفسي Respiratory System. ايه هي مكونات الجهاز التنفسي؟ الجهاز التنفسي بيتكون من الأنف، the nose، the pharynx، البلعوم، larynx، الحنجرة، تراكية، القصبة الهوائية، برونكاي، الشعب الهوائية، and the lungs، الرئتين. الوظيفة الأساسية للجهاز التنفسي هي تخليص الجسم من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تغذية الخلية. الخلية في أثناء تصنيع الطاقة بتستهلك الأكسجين وبتخرج مجانه ثاني أكسيد الكربون. الفرق ما بين الإكسترنال والإنترنال ريسبيريشن إن الإكسترنال ريسبيريشن هي العملية اللي بيتم فيها استنشاق الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الجسم. العملية دي بتتضمن التبادل ما بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون داخل الكابيلاريز، الشعيرات الدموية المحوطة الحويصلات الهوائية أو الألفيولاي داخل الرئة. الانترنال ريسبيريشن هي عملية الإكسشينج ما بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون على مستوى الخلايا. الأنف هي external opening وتعتبر أول عضو من أعضاء الجهاز التنفسي، هي بتستقبل الهواء وهو داخل على الرئة. الأنف هي مكونة من فتحتين وكل فتحة متقسمة 3 ممرات للهواء. برونكاي اللي هو الممر اللي بيدخل الهواء إلى الفارينكس، هي العضو الثاني من أعضاء الجهاز التنفسي، وفي المنطقة دي بتصل الأذن مع الساينس عن طريق حاجة اسمها الاستيكين تيوبس، والعين بتتصل نفس المنطقة عن طريق حاجة اسمها النازل كرينيال داكتس. تبالة هو الصفيحة اللي بتغطي البق من فوق، هي بتفرق الماوس النيزل كافيتي عن الماوس كافيتي. النيزل كافيتي متغطية بحاجة اسمها السيليا، هي عبارة عن هيرز بيغطي الميوكس ميمبرينز اللي موجودة، وبيفرز تقريبا لتر من ميوكس كل يوم. في 5 وظائف للأنف، هي بتعتبر مجرى إلى الهواء، بتدفي وبتضيف رطوبة للهواء اللي داخل الرئة. السيليا والميكوزا اللي موجودة في الأنف بتسيطر على أي دست إذا كان في تراب أو بولنس أو بكتيريا موجودة مع الهواء اللي داخله. موجود فيها الألفاكتوري ريسبتورز المسؤولة عن تحديد الروائح، وبتساهم في خروج الصوت وجودة الصوت. الفارينكس هو عبارة عن ماسكولار تيوب فيها ميمبرينز، وبتكون تقريبا طولها 5 إنش، بتمتد من the base of the skull ونهايتها بتبقى متصلة بالأسفلس. الفارينكس بيكون من 3 أجزاء، النازوفارينكس وأوروفارينكس والرينجيوفارينكس. النازوفارينكس في آخر الأنف، الأوروفارينكس آخر الفم، والرينجيوفارينكس نقطة الاتصال ما بين الفارينكس مع اللارينكس. الفارينكس بيفتح في 7 فتحات، الستيكين تيوبس من الإيرز، البستيريو نارس من الأوبنينج اللي هي النوز أوبنينج والماوس أوبنينج، السيفن كافيتيز هم عبارة عن 2 نيزل كافيتيز، 2 ستيكين تيوبس، ذا ماوس، ذا لارينكس and the esophagus. الفارينكس موجود فيه 3 أنواع من التشو اللي بتبقى موجودة في الليمفاتيك سيستم، اللي هي التونسلز، الفارنجيال تونسلز والبلاتين تونسلز واللينجوال تونسلز. الفارينكس ليه 3 وظائف رئيسية، هو بيساهم في مرور الهواء والأكل، وبيساهم كمان في جودة الصوت. اللارينكس أو الفويس بوكس هي الحنجرة، وهي موجودة في الـ upper end of trachea على قمة القصبة الهوائية تحت اللسان على طول. وظيفتها الأساسية إن هي بتreduce the sound. في 2 نوعين من الـ vocal cords، short و long. short مسؤول عن الـ high notes، الأصوات العالية، الـ long مسؤول عن الأصوات الواطية.
اللارينكس فيها 3 أجزاء من الكارتليج، أو جزء الثايرويد كارتليج أو أدمز أبل اللي هي تفاحة أدم، تبقى موجودة وأكبر في الميلز عن الفيميلز. ده بتدي ديب ميل فويس. الجلوتس بتغطي مدخل اللارينكس، وفي وقت البلع هي بتقفل القصبة الهوائية عشان خاطر تحصلش اختناق. الكريكويد كارتليج موجود فيها برضو فوكال كوردز. في المقطع العرضي للتراكية انا بشوف انها متكونة من كارتليج رينجز، هي عبارة عن هلال بتحمي القصبة الهوائية من قدام، وهي عبارة عن سموز ماسكولر تيوب بتوصل اللارينكس مع المين برونكاي. التراكية هي بتساعد على مرور الهواء داخل اللانجز. هي متغطية بشعيرات اسمها السيليا، ووظيفتها ان هي بتخرج اي فورن ماترز، اي اجسام غريبة بتدخل جوه القصبة الهوائية. طولها تقريبا 4.5 انش وعرضها 1 انش. البرونكاي هي عبارة عن 2 main branches موجودين في نهاية التراكية، بنسميهم الرايت برونكس واللفت برونكس، دي المين. وبعدين لما بتدخل جوه الرئة اكتر بتتفرع الى حاجة اسمها برونكيال تري. البرونكيال تري بتبدأ تصغر كل ما بتدخل جوه الرئة لغاية ما بتوصل لحاجة اسمها البرونكيولز. وبعدين اخر حاجة موجودة في البرونكيولز هي الالفيولاي، الالفيولار داكتس، وظيفتها انها بتوزع الهواء داخل الرئتين. الليفت برونكاي هي اصغر من الرايت برونكاي. ليه؟ لان احنا محتاجين مساحة تبقى موجودة علشان الهارت موجود في الناحية الشمال. لو في فورين بودي داخل جوه القصبة الهوائية في اغلب الاحيان بينتهي بالمطاف في الجزء اليمين. ليه؟ لان القصبة الهوائية ناحية اليمين ستريت اكتر من الناحية الشمال. في بعض الاوقات لما بيبقى فيه انفكشن موجود في الرئة، البرونكاي بيحصل لها انفلاميشن، بتلتهب وبتكون الافرازات الموجودة دي، بنسمي الدياجنوزيس ده ساعتها برونكايتس، هو التهاب في الشعب الهوائية. The lungs هم عبارة عن عضوين سبونجي وإلاستيك، بيحتووا على شبكة من الالفيولايز اللي هي الحويصلات الهوائية، ومغطاة ببلود فيزلز اللي هي نقطة اللي بيحصل عندها الجهاز اكستشينج. الرئة ناحية اليمين متقسمة لثري لوبس، الرئة ناحية الشمال متقسمة لتو لوبس بس، ده لأن جزء منها بيأكوماديت ذا هارت، بيبقى في موجود حاجة اسمها كاردياك ديبريشن أو كاردياك نوتش، دي بيبقى موجود فيها القلب. في نهاية البرونكيول بيبقى موجود الالفيولايز، مجموعة من الحويصلات الهوائية. الرئة تقريبا فيها 300 مليون حويصلة هوائية، وده المكان اللي بيتم فيه الجاز اكسشينج، الخروج السي او 2 ودخول الاو 2 في البلد. الرئة بتستقر على عضلة كبيرة اسمها الديافرام، الحجاب الحاجز، وهو جزء عضو عضلي كبير بيفصل الرئة عن محتويات الجهاز الهضمي وبيساهم في عملية التنفس. هو لما بينقبض لتحت كده بيزود المساحة هنا فبيحصل الشهيق، ولما بيطلع لفوق بيحصل الزفير. في حاجة اسمها التايدل فوليوم، هو كمية الهواء اللي بتدخل وبتخرج أثناء البريذنج، وهي بتبقى تقريبا 500 مللي. التوتال لونج كاباسيتي اللي هي قدرة الرئة بتتراوح ما بين 3.6 إلى 9.4 لتر في الأفريج ميل. في وقت وجود الباثوجينز أو الميكروبات والوايت بلاد سيلز والإميون بروتينز لما بتبقى موجودة داخل الحصيلة الهوائية، ده ممكن يسبب إلى التهابها وبتتملي إفرازات. الإفرازات دي طبعا هو الجسم بيخرجها مع الكحة. في الوقت ده أنا بسمي المريض ده إن هو عنده نيمونيا. ممكن تبقى one side، ممكن تبقى
دبل سايدد نيمونيا. في المرضى الانكونشس اللي بيبقوا فاقدين الوعي بيبقى فيه امكانيه انه يحصل اسبيريشن، ان الستومك كونتنت تخرج من الستومك وتدخل في القصبه الهوائيه الى الرئه، وفي الوقت ده انا بسميه عنده. بالنسبه للفيتال ساينز هي بتدي علامات للدكتور ان في مشكله في الرئه او لا. بالنسبه للريسبيريشن انا بقيس دوره كامله ما بين الانسبيريشن اند اكسبيريشن. في الاطفال لغايه 5 سنين بيبقى عندنا من 20 ل 25 تنفس، دوره تنفسيه في الدقيقه. في الاشخاص اللي اكتر من 15 سنه بيبقى عندهم من 15 ل 20 دوره تنفسيه في الدقيقه.